السلام عليكم. من جديد وعود على بدء، يحل على المنطقة موسم الملاسنة بين طهران وواشنطن، وبطل القصة هذه المرة الاتفاق النووي بين طهران وعواصم غربية. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي غاضب من الاتفاق ويتبرم منه على الملأ. حسن روحاني الرئيس الإيراني يسخر من التاجر الأمريكي الفاشل، وهو الوصف الذي اختاره لنظيره الأمريكي غير القادر على التعامل مع معاهدة دولية بحسب روحاني. بين الحدة الأمريكية والسخرية الإيرانية ثمة مساحة جغرافية ساخنة يسكنها قوم منهكون يسمون العرب. يخشى المراقبون من أن يكون هؤلاء المنهكون وجغرافيتهم مسرحا لمساومات سياسية محتملة بين طهران وواشنطن. لماذا يسيطر كل هذا الغضب على ترامب من الاتفاق النووي مع إيران؟ إلى أين يمكن أن ينتهي الرئيس الأمريكي في موقفه الحاد من الاتفاق؟ ما خيارات طهران في الرد؟ هل هي محدودة أم كثيرة؟ لماذا يتمسك الأوروبيون بالاتفاق؟ بل لماذا يعض بعضهم عليه بالنواجذ؟ وإذا ما تعرض الاتفاق النووي إلى الانفجار، أي شظايا ستصيب الحلقة الأضعف في المنطقة؟ العرب. حديث العرب عن هذا الموضوع يبدأ بعد التقرير. هو تاجر يفتقر إلى المؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية، هكذا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ساخرا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب ردا على تهديده المتكرر بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران قبل نحو 3 سنوات. حرب كلامية تشتعل بين الطرفين قبل أيام من انقضاء المهلة التي حددها ترامب للقوى الأوروبية للمشاركة في الاتفاق من أجل إصلاح عيوبه التي يصفها بالفظيعة. حرب دفعت الأوروبيين إلى القيام بدور الوسيط بين طهران وواشنطن عبر مقترح اتفاق تكميلي يحاول إرضاء ترامب ولا يصل بالأمور إلى مرحلة إلغاء الاتفاق برمته، وهو الأمر الذي جددت طهران رفضها له، مهددة باتخاذ إجراءات لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة. وبحسب محللين فإن إيران ستقدم شكوى جديدة إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في محاولة للضغط على واشنطن، وربما تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ما قرر ترامب إلغاء الاتفاق النووي من جانب واحد، ومن ثم ترفع من وتيرة تخصيب اليورانيوم وتعود بقوة إلى تفعيل برنامجها النووي. تطور من شأنه إن حدث أن يفاقم حال التوتر والضبابية المحيطين بالاتفاق ووضع إيران في المنطقة، ويضع علامات استفهام كبرى بشأن احتمالات تحول الأزمة إلى قنبلة موقوتة قد تأخذ المنطقة بأسرها نحو مواجهة غير محسوبة العواقب في ظل الحرب المحتدمة في كل من سوريا واليمن، وفي ظل صراع النفوذ المشتعل أصلا بين إيران والمملكة العربية السعودية، لا سيما بعد إعلان ولي العهد السعودي مؤخرا أن بلاده ستسعى لتطوير قنبلة نووية في حال قيام إيران بخطوة في هذا الإطار، ناهيك عن تهديدات الكيان الصهيوني بالتدخل ضد إيران إذا مثلت تهديدا حقيقيا له، الأمر الذي ينذر بحرب إقليمية ربما تتسع رقعتها لتشمل أطرافا عدة في المنطقة وخارجها. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور أحمد البرعي الباحث السياسي، وعبر سكايب من لندن الأستاذ محمد المدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بضيفي الكريمين. دكتور أحمد، يعني بعد عامين من توقيع الاتفاق وكانت الأمور على ما يرام تسير بشكل روتيني، يعني غضب دونالد ترامب من هذا الاتفاق بعد عامين، يعني لماذا كل هذا الغضب وماذا يمكن أن يقال عن دلالة التوقيت الآن؟ يعني هو في البداية دونالد ترامب غاضب مبدئيا لأن هذا الذي تم توقيعه في عهد أوباما، ودونالد ترامب يريد أن يقدم نفسه في السياسة الخارجية الأمريكية على أنه مختلف تماما عن سابقه، ويريد أن يبين بأنه يقوم ببعض الملفات التي لم ينجح فيها أوباما. هو يعتقد أن أوباما كان حسب نص ما يقول دونالد ترامب أفشل رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هو يريد أن يغير ما قام به. هذا من ناحية مبدئية. من ناحية ثانية، الآن دونالد ترامب موجود في الحكم أكثر من سنة و4 شهور،
أو 5 شهور، ومضى على أو وقع على العديد من البيانات التي سمحت ببقاء هذا الاتفاق على قيد الحياة. لو أراد دونالد ترامب أو كان يمتلك القدرة الحقيقية على أن يلقيه إلى سلة المهملات لفعل ذلك، لكنه يبدو أن حلفاءه الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق مع طهران لا تقبل له بأن يتم إهمال أو يتم إلقائه إلى القاذورات دون أن يكون هناك بديل لهذا الاتفاق. هذا ما يقول عنه ماكرون حديثا، بأنه أعطى تاريخ 12 من الشهر المقبل سينسحب من الاتفاق، ورؤساء وزعماء دول أوروبية كبيرة زاروه في واشنطن. يعني الأمر ليس سهل، ليس يعني مزاح، وإنما جد عند ترامب هذه المرة يبدو. هو الذي يريد بشكل أساسي، يريد أن يحسن شروط الاتفاق ليس أكثر. يعني هو يريد من طهران، من إيران، أن تقدم له بعض التنازلات، سواء كانت على صيغة استثمارات إيرانية في الولايات المتحدة، تقديم بعض الرشاوي مغلفة بشكل استثمارات إلى دونالد ترامب وإدارته. هو الذي يريده كرجل أعمال كما يقول روحاني، أن تقدم إيران بعض التنازلات الاقتصادية، كما فعل أيضا في التعرفة الجمركية مع الصين، ويريد أن يضغط على إيران بحيث أن يحصل على مزيد من الأموال من الطرف الإيراني. هذا بشكل أساسي الذي يريده. لكن هل هو يريد أن يصعد حقيقة مع عسكريا أو ما إلى ذلك مع طهران؟ أنا لا أعتقد أنه بإمكانه ذلك، لأن الجميع لا يقبل كل حلفائه. هذا من ناحية، الشريك أو الحليف الروسي والحليف الصيني لا يقبل بمثل هذا التصعيد العسكري. إذن لا يملك إلا أن يحاول أن يبتز بقدر الإمكان لكي يخرج بصيغة أفضل لهذا الاتفاق. هذا كل الذي يمكن أن يقوم به. لكن إن تم إلغاء هذا الاتفاق، ما البديل الذي يمكن أن يكون على الطاولة، بحيث أن طهران تهدد بأن تقوم بالاستمرار واستئناف عملية تخصيب اليورانيوم، ولن يردعها أي شيء، لأنها تعرف أن لا يمكن هناك أي تدخل عسكري ضد إيران في المنطقة. نعم، دعنا نسمع رأي محمد المدحجي من لندن. محمد، يعني هل هذه الغضبة الأمريكية يعني جاءت مفاجئة، أم أن سبقها مقدمات موضوعية كان من الطبيعي أن تفضي إلى هذا القرار بالانسحاب أو نية الانسحاب من الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي لك على الدكتور وأيضا السادة المشاهدين الكرام وضيفنا العزيز. بالنسبة لمعرفة ما يريده ترامب أو بالأحرى لوبي ترامب من إلغاء الاتفاق النووي، يجب أن نأخذ نظرة أوسع على سياسات الإدارة الأمريكية الحالية التي تريد إلغاء جميع المعاهدات والاتفاقيات التي تمت خلال العقود الماضية. والآن هذه المعاهدات أصبحت تضر بقوة الولايات المتحدة، خاصة الجانب الاقتصادي. أنا لا أخوض تفاصيل تلك المواضيع لأنها مواضيع واسعة جدا، أحدد الاتفاق النووي. الآن إيران تلعب دور الرابط أو جسر التواصل ما بين الصين وأوروبا، ما يسمى بطريق الحرير الجديد. وإذا تم ذلك، ستكون الولايات المتحدة خارج مشهد الشرق الأوسط أو أضعف مما عليها الآن. لهذا السبب ترامب يريد ترتيبات جديدة مع إيران وفي الجغرافيا، وليس فقط إيران، ويريد إبعاد الصين من هذه المنطقة. إيران تذهب خطوة بعد خطوة باتجاه الصين، وهذا الذهاب أو هذا التقارب سيؤدي إلى حالة من التصعيد، تصعيد كبير جدا في المنطقة. والولايات المتحدة بدأت تعد العدة حتى عسكريا لذلك، والحديث الآن يدور حتى ضرب القواعد العسكرية، أكثر من 150 قاعدة للحرس الثوري داخل الأراضي الإيرانية، ليس الآن، الحديث عن بعد 3 سنوات أو إن فشلت جميع المحاولات. أما بالنسبة للاتفاق النووي، أنا حسب قراءتي جميع المؤشرات تقول بأن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي، وإن بقى يعني باحتمالية ضعيفة ستكون هناك عقوبات جديدة على إيران، ستكون رقابة أشد على إيران، وترتيبات أمنية عسكرية جديدة بضمن إيران. طبعا الترتيبات العسكرية ستؤجل ما بعد إقالة جيمس ماتيز وزير الدفاع، اللي هو باقي ويدعم إيران بقوة خاصة في العراق. والآن كل هذه المتغيرات أجلت وعد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي، أحد أهم وعوده خلال فترة الانتخاب، الحملة الانتخابية. كان وزير الخارجية يتبنى الدور المضاد لترامب
الآن وزير الدفاع يتبنى ذلك، المتبقي الوحيد من لوبي أوباما في الإدارة الأمريكية الحالية. الموضوع موضوع الاتفاق النووي ليست قضية تقنية بأنه والله هناك يتم وقف النشاط النووي الإيراني، هو موضوع صراع ما بين القوى العظمى. حضرتك أشرت إلى نقطة في المقدمة أنه لماذا الأوروبيون يصرون على هذا الاتفاق؟ ما هي منفعة الأوروبيين؟ هذا 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 الموضوع محمد يعني حقيقة لافت تمسك الأوروبيين بشكل كبير بالاتفاق، وهناك ممانعة حقيقية لدونالد ترامب عن هذا الموضوع. سأعود إليك لأبحث هذا الموضوع معك، لكن أحمد الآن يعني فرنسا، ألمانيا، بريطانيا يبدو أنها في جبهة واحدة ممانعة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. لماذا كل هذا التمسك الأوروبي بهذا الاتفاق؟ يعني قد يكون له عدة جوانب. من الجانب الأهمية أو من الأكثر أهمية من هذه الجوانب هو الجانب الذي سيعود عليهم بالمنفعة إذا ما رفعت العقوبات الاقتصادية واستطاعت هذه الدول أن تقوم بعطاءات، تطرح عطاءات وتحصل على البنية التحتية لاستثمارات في، لأن السوق عطش إلى كل المجالات في داخل إيران، وبلد ضخم ويحتاج إلى الكثير من الاستثمارات، لأنه كان تحت يرزح تحت هذه العقوبات مدة طويلة. لذلك كانت الأولوية إلى مثل هذه الدول، وطهران معنية بأن تثبت هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى بمد جسور العلاقة مع هذه الدول. هذا من جانب أول. الجانب الثاني أن الولايات المتحدة مما لا شك فيه أن سياساتها في المنطقة أصبحت ليست واضحة، بذلك أنه حلفائها في الناتو أو في الاتحاد الأوروبي لا يثقون بكل ما يقومون به، لذلك لا يمكن أن يدخلوا في مغامرة جديدة مع دولة مثل إيران وازنة في المنطقة لها ثقل ضخم في المنطقة. إذا ما دخلوا معها في هذا الصراع لا يمكن السيطرة عليه، لذلك يحاولون أن ينأوا بأنفسهم نوعا ما من سياسات ترامب. ثم أعود إلى أنه ترامب هل يقوم بمثل هذه الخطوة أم لا؟ يعني تذكر أن ترامب كان يقول عندي أنا قرص أحمر نووي أكبر من القرص الموجود في كوريا الشمالية، والآن يتحدثون عن لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية في مايو القادم. لذلك الرجل يتحدث عاليا جدا ثم تختلف الأمور. كان يتحدث عن ريكس تيلرسون بأنه لا يعني لا تتعب نفسك في الحديث مع كوريا الشمالية، الأمور منهية. ثم أقال ريكس تيلرسون ماتيس كما يتحدث الأستاذ محمد قد يقيله، ووجود جون بولتون كان أحد الصقور من المحافظين، كان الجميع يتوقع أنه بقدومه ستشن الحروب في المنطقة لأنه هو رجل الحرب في عهد بوش وما إلى ذلك، لكن لم يحدث أي شيء. السياسة الأمريكية بشكل واضح ليست واضحة، حتى أنه أهان الجيش الأمريكي عندما قال أنه نحن أنهينا عملنا في سوريا، إذا أرادوا لنا البقاء فعلى هذه الدول، يقصد الدول الخليجية، أن تدفع ثمن بقائنا. كأنهم مرتزقة يرتزقون بالجيش الأمريكي الذي يعرف بأنه الأقوى في العالم، يريد أن يبقيه في المنطقة ويدفع له الأجر دول الخليج كخاوة من هذه الدول. لذلك سياسة ليست واضحة، فلا أعتقد أنه يعني في مرحلة تصعيد بأي شكل من الأشكال مع الإيرانيين. هذا من جانب. من جانب آخر وهو الأهم، ما البديل الذي يريده ترامب؟ ما البديل الذي يطرحه؟ لأنه لا يلعب وحده في المنطقة. يعني أنا سأسألك عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب في ظل توافر معطيات كثيرة على أن الرجل هذه المرة ربما يكون جادا. قبل ذلك أريد أن أسأل محمد المذحجي، هل تتفق مع ما قاله أحمد البرعي هنا في الاستوديو من أن الأوروبيين متمسكون بالاتفاق بسبب المكاسب الاقتصادية التي جنوها أو سيجنونها في المرحلة المقبلة من هذا الاتفاق، أم أن ثمة شيئا آخر في الاتفاق غير مرئي هو ما يجعل الأوروبيين يستميتون دفاعا عن هذا الاتفاق؟ يعني الموضوع يتعلق طبعا بالجزء الاقتصادي، وهناك جزء أوسع من ذلك جزء جيو استراتيجي يتعلق بالترتيبات على الجغرافيا. إيران البوابة الوحيدة المتبقية لنادي بيلدربرغ بزعامة ألمانيا والاتحاد الأوروبي للدخول أو للبقاء على مشهد الشرق الأوسط، خاصة منطقة الخليج وملف الطاقة. الجزء السري الذي تحدث عنه ترامب عدة مرات لكنه لم يفصح عن تفاصيل ذلك الجزء السري للاتفاق النووي، وهو يتعلق بكيفية إدارة الملف النفط وإعطاء إيران مكانة أكبر في هذا الملف. الآن ترامب يريد إقصاء إيران بالكامل، إيران بين القوسين الحكومة الحالية،
يعني ترامب يعمل على تغيير النظام، وإن لم يستطع سنشهد المزيد من التصعيد في هذا الملف، لأنه بنية النظام الإيراني متحالفة مع الأوروبيين، وأيضا لديها علاقات وطيدة مع الصين، وهذا يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. هذا النظام الباقي حاليا في إيران لا يمكنه أن يضع جميع بيضاته في السلة الأمريكية، لأنه ترتيبات البيت الداخلي لا تسمح لذلك. أنا لا أدخل بهذه التفاصيل، ما هي ترتيبات البيت الداخلي الإيراني الذي لا تسمح بذلك. الآن نحن على أعتاب مرحلة حساسة، النظام الإيراني بعد لا يستطيع أن يلعب على جميع الأحبال ويوزع التحالفات مع الولايات المتحدة، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع الصين. الآن عليه أن يختار جهة واحدة، وإيران متجهة باختيار المحور الأوروبي الصيني، وذلك يعني إيران ستضع في مواجهة محتدمة مع الولايات المتحدة، ليس من أجل أنه والله النظام هذا مارق وأعرف محور الشر، هذه لها مصاريف إعلامية، مصرف إعلامي للاستهلاك الإعلامي وخدعة الناس. الموضوع يتعلق بمصالح الولايات المتحدة. لعبة إيران ستكون ولا يزال هي على حساب الولايات المتحدة. نتحدث عن إدارة ترامب، لا نتحدث عن إدارة أوباما. إدارة أوباما هي مع هذه اللعبة، مع الأوروبيين. ترامب يمشي باتجاه آخر، وهذا الاتجاه المختلف أدى إلى أن إضعاف إيران. يعني زميلنا الكريم شوي يهول من القوة الإيرانية. إيران دولة وظيفية، يعني حالها حال باقي الدول المنطقة. هذه الدولة تتحرك وفق معطيات من القوى العظمى ودعم من القوى العظمى. حينما كان لإيران غطاء أمريكيا، إيران وصلت حد بيروت، بمعنى الجغرافي ربط العراق بسوريا ببيروت. ومن هو أعطى العراق لإيران غير إدارة بوش وإدارة أوباما؟ يعني إيران لن ولم ولا تستطيع أصلا أن تكون في المشهد دون دعم القوى العظمى. الآن هناك قوى عظمى اختلفت مع الباقي، ونشهد أزمات عديدة في النظام الدولي، منها أزمة إيران. الأمريكان، الإدارة الأمريكية، وليس الأمريكان لأن الوصف غلط، الإدارة الأمريكية الحالية ستذهب مع إيران إلى أبعد الحدود. ريك تيلرسون قاوم هذه السياسة، تم إقالته. وإذا ماتيس واصل مقاومته ضد الإدارة الأمريكية، تحديدا البيت الأبيض ترامب، سيتم إغالته من أجل هذا الملف، ليس لأنه إيران دولة مهمة، لأن لعبة إيران مهمة. كيفية اللعب التي ستلعبه إيران في الإقليم يؤثر على المصالح الأمريكية. من هذا المنطلق نرى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل كبير على تعزيز القدرات العسكرية السعودية بشكل رهيب. على سبيل المثال، قبل أسبوعين تم الكشف أو إزاحة الستار عن طائرة للحرب الإلكترونية الذي لا يملكها إلا الجيش الأمريكي. الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ تبيعها على السعودية، وليس حليف آخر، حتى بريطانيا ما عدا هذه الطائرات للحرب الإلكترونية والتشويش والتسنط على الرادارات. يعني هناك تسليح ضخم في المنطقة، أكبر قاعدة عسكرية للناتو تنشأ الآن في الكويت، وسيتم تدشينها يعني خلال أشهر قليلة، قاعدة أخرى في الأردن، قاعدة أخرى في إسرائيل. يعني هاي القواعد لمن؟ ماذا يحصل في المنطقة اللي هناك العمل جاري على إنشاء قواعد عسكرية وحدة تلو الأخرى غير القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا وفي العراق؟ ولا شك أن هذا التصعيد الكلامي ربما تكون له تداعيات على العرب في المنطقة، سنناقشه ونبحثه في المحور الثاني قبل أن أذهب إلى الفاصل. يعني كلام مهم ذكره محمد المدحجي من لندن، ما الذي يجعلك يعني متمسكا بفكرة عدم ذهاب دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق، خصوصا وأن هناك كثير من المعطيات؟ يعني مثلا الإسرائيليون ضربوا القواعد الإيرانية في سوريا، يبدو فيما يبدو أن إيران تخطت ما هو متفق عليه إذا سلمنا بهذا المنطق في المنطقة، وجاء التهديد بالانسحاب النووي بناء على ذلك. يعني ما الذي يجعلك متأكدا من فكرة عدم الانسحاب الأمريكي؟ يعني أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن إذا ما نظرت إلى المنظومة التي تقوم في المنطقة، إذا كانت الولايات المتحدة حقيقة تؤمن بأن الخليج أو دول مثل السعودية هي حليف استراتيجي في مواجهة إيران والمشروع الإيراني في المنطقة، بالطبع يعني إيران ليست دولة خفيفة الوزن في المنطقة كما يقول أستاذ محمد، وأنا لا أهول من قوتها. هي تسيطر على عواصم عربية، تسيطر على صنعاء، تسيطر على ضوء أخضر دولي قاد لك
وليكن، لكنها تسيطر، هي دولة وحدها وقفت في اتفاق ما بينها وبين 5+1 دول عظمى لاتفاق لهذه الدولة. إذا قوة في الشرق الأوسط لا يستهان بها، وتقف بذراع مثل حزب الله يهدد تل أبيب، وهذا بالنسبة لطاولة المفاوضات الأوروبية والغربية بشكل عام نقطة قوة لا تملكها أي دولة في المنطقة، لأنك تهدد قلب إسرائيل بحزب الله، وإن كان شكليا وإن كان الآن لا يوجد أي يعني طريق تحرير القدس تمر عبر القلمون وما إلى ذلك وكل هذا الكلام والحرب السورية، لكن في المحصلة إيران دولة قوية تلعب في المنطقة ولها قوة، لا يمكن لدونالد ترامب أن يتعامل معها كما يتعامل مع بعض الدول التي يعني كما ترى يذهب ويبيع هذه الأسلحة. يعني لا أريد أن أخوض في تفاصيل ذلك، لكن هذه الدول فشلت في إنهاء بعض الحروب الصغيرة في بلدان مجاورة، أيضا لم تستطع أن تحافظ على حلفائها في الثورة السورية. كل الذين يعني أستطيع أن أقول باختصار أن هذا الحليف يراهن على الحصان الخاسر في المنطقة، سواء كان بتحالفاتهم مع إسرائيل ضد إيران أو غير ذلك. لذلك دونالد ترامب يريد بشكل أو بآخر أن يحصل على مكاسب من إيران، لكنه ليس في طاقة أن يقوم بإلغاء تماما هذه الاتفاقية، لأنه كما قلت لك مثلا مثال واحد، يعني فرنسا الآن في فرنسا يوجد هناك إضرابات لعمال السكة الحديد، لعمال الطيران، لمعظم النقابات يريدون أن يخفضوا عدد ساعات العمل من 40 في الأسبوع إلى 35 وزيادة الرواتب. هذا بالضبط الذي كان يحدث في فترة 2011 قبل أن يقوم أولاند بقصف وقتل القذافي، هم يريدون وأخذوا مقابل ذلك من الثروات الليبية. الآن نفس الكلام الذي يحدث في المنطقة، ماكرون يذهب ويقدم نفسه كبديل في شمال سوريا عن القوة الأمريكية ليشارك البترول، والمنطقة تعرف أنها منطقة الحسكة ودير الزور وما إلى ذلك غنية بالبترول، يريد أن يقدم نفسه في سوريا مرة أخرى. ولا يمكن أن يخسر إيران كمصدر لدخل اقتصادي ضخم جدا من أجل قرار مثل هذا القرار، ولذلك ذهب إلى الكونغرس وتحدث مع الكونغرس مباشرة لإقناعهم بأن لا يمكن أن نهمل هذه أو نلغي هذه الاتفاقية ما لم يكن هناك بديل، على الأقل ما بعد 5 سنوات، انتهاء 2015 وقعت، ما بعد 5 سنوات القادمة ماذا سيحدث؟ كل هذه التفاعلات والمعطيات تفتح الباب للحديث عن مساومات محتملة بين الطرفين في المرحلة المقبلة، لعلنا نبحث هذا بعد الفاصل. نعود إليكم بعد فاصل قصير. أسعدكم الله من جديد معكم في الحديث عن تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني على العرب. محمد، هل الخلاف الأمريكي الإيراني على خلفية الاتفاق النووي من النوع الذي من حيث المبدأ يمكن أن يقبل المساومات، أم أنه قضية مبدئية عند الأمريكيين؟ بالنسبة للأمريكان لا توجد قضية مبدئية، قضية مصالح. يعني هم يرون أنه أي إطار يوفر المصالح الأكبر لهم. يعني رأينا ما حصل مع كوريا الشمالية، تم تصعيد كبير وبعدها اعتزلوا كوريا الشمالية ووقعوا صفقة معها ثنائية طبعا بحضور روسي، وكوريا الجنوبية خامس أكبر اقتصاد عالميا، وكوريا الشمالية الآن دخلت في هذا الاتفاق. الآن ترامب يريد أن يفعل ذلك مع إيران، بمعنى أنه يريد توافق ثنائي أو في نهاية المطاف ثلاثي إيران روسيا الولايات المتحدة من أجل ترتيبات جيوستراتيجية تضمن ابتعاد أو إبعاد الصين عن المنطقة، وطبعا الأوروبيين تحديدا هنا الحديث عن ألمانيا. لهذا السبب نرى أن ألمانيا تعارض بقوة وضع الحرس الثوري على لائحة التنظيمات الإرهابية، مع ما أن هناك لوبي إسرائيلي قوي يعمل في ألمانيا. فهناك غطاء أوروبي واضح لإيران وجماعاتها الآن في المنطقة. من هذا المنطلق الأمريكان سيذهبون إلى أبعد الحدود مع إيران كما أسلفت في بداية الحلقة،
الدينامية للبيت الداخلي الإيراني هي دينامية أوروبية صينية، يعني تميل بهذا الاتجاه في الحرس الثوري، في الأجهزة الأمنية، الاقتصاد، الحكومة وشتى القطاعات. فالأمريكيون بالنسبة للرهان على البيت الداخلي الإيراني ليست لديهم موطئ قدم قوي يستطيعون أن يراهنوا عليه، على سبيل المثال تغيير الرئيس أو تغيير خامنئي، وهذا شبه مستحيل تغيير القائد أو المرشد الأعلى في إيران. فكل هذه الترتيبات تؤدي إلى صدام محتدم ما بين إيران والولايات المتحدة، ليس من قضية مبدأ، بل من قضايا مصالح جيوستراتيجية. لهذا السبب كما أكد ماكرون الليلة الماضية حينما أنهى زيارته إلى واشنطن، وسئل بأنه شو تقديره من موقف ترامب اتجاه الاتفاق النووي، قال أنه أعتقد بأنه ترامب سينسحب من الاتفاق النووي. يعني ماكرون بعد زيارته 3 أيام إلى واشنطن لم يستطع أن يقنع ترامب بالصفقة أو الاقتراحات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، مع ما أنهم مستعدون لمزيد من الضغط على إيران. لأن الموضوع أصلا، يعني المشكلة أنه الإعلام يضر الرماد في العيون ويركز فقط على السطح. الموضوع ليس صواريخ إيران ولا الملف النووي الإيراني ولا أنه والله الدور الإيراني السيء في المنطقة. الولايات المتحدة، إدارة ترامب تريد ترتيبات معينة من إيران، وإيران لا تستطيع أن تنفذ تلك الترتيبات لأنها تخاف، لأن البيت الداخلي لا يسمح، لأنه اعتبارات كثيرة أخرى. ما هي هذه الترتيبات محمد باختصار شديد؟ الترتيبات التي يريدها ترامب تحديدا، إيران تعمل ضد طريق الحرير الجديد الذي يمر عبر إيران، والصين ليست لديها خيار آخر إلا أن تعبر من إيران. ما يسمى بين القوسين محور المقاومة، محور المضاجعة، هذا محور جيوستراتيجي إيران تخدع به من في سوريا ومن في العراق ومن في لبنان، البعض طبعا تسميه محور المقاومة، وتريد أن تعرضه على طاولة المفاوضات السرية مع الأوروبيين ومع الصينيين. السؤال، هل الصين وأوروبا تريد تحارب إسرائيل؟ يعني هذا المحور هو من أجل تأمين مصالح إيران. الآن أمريكا تريد تقطع هذا المحور من إيران، ولا حل آخر أمام الولايات المتحدة. يعني مفترق طرق خطير جدا بالنسبة لإيران، أم تختار هذا أم هذا. وهذه المشكلة، ترتيب تحديدا الترتيبات تتعلق بهذه النقطة. إيران تلغي شراكة استراتيجية مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي تحت غطاء الاتفاق النووي. لهذا السبب ترامب يريد ضرب الاتفاق النووي حتى لا أوروبا ولا الصين لا تستطيعان أن تعملا شراكة استراتيجية مع إيران وتفرض مزيد من العقوبات. نعم، كلام مهم حقيقة. يعني الآن ثمة ملفات عالقة بين الأمريكيين والإيرانيين، عطفا على ما قاله محمد في لندن، ثمة أيضا ملفات عالقة في سوريا، في اليمن، في أكثر من موقع في الشرق الأوسط، في المنطقة العربية. كيف يمكن أن ينعكس هذا الصراع الكلامي حتى الآن والتهديد الحقيقي على ذمة محمد المدحجي على العرب في المنطقة؟ موقع العرب من هذا الصراع حتى الآن؟ يعني العرب بشكل مختصر هم مفعول بهم وليسوا فاعلين في كل المنطقة، سواء في اليمن العرب حتى بما فيهم الحوثيين أصبحوا آداء، يعني يحركها الإيرانيون كما يريدون. أيضا النظام في سوريا، الوضع في العراق لا يخفى على أحد. لذلك هم واضح أن، لذلك أنا قلت في البداية أن إيران ليست دولة ذات وزن خفيف لأنها تشتغل باستراتيجية واضحة، بينما العرب يهيمون على وجوههم، يذهبون ويخطبون ود هذا وذاك، ولا توجد أي استراتيجية واضحة. يعني باختصار شديد، الاستراتيجية الأوضح إذا أردت أن يعني أقل شيء إذا أردت أن تمنع التمدد الإيراني وتوقف هذا الهجمة الصفوية كما يدعون، أمامك خيارين لا ثالث لهما: أن تعزز العلاقة مع تركيا كدولة سنية، وأن تعزز العلاقة مع الشعوب العربية وخاصة الإخوان المسلمين في مصر مثلا. وأنت بدل أن تقوم بذلك، أنت ضربت الإخوان المسلمين في كل المنطقة وهي الطرف المعتدل مثلا في مصر، وأيضا تقطع العلاقات ولا تمد جسور العلاقة أو الثقة ما بينك وبين تركيا كدولة سنية في المنطقة. فكيف تريد أن تقاوم أو تصد هذا التمدد الشيعي أو التمدد الصفوي كما تدعي؟ لكن هذه الحرب الكلامية بين الإيرانيين والأمريكيين يمكن أن تنتج عن مساومات معينة في الجغرافيا العربية برأيك؟
من أي يعني ناحية؟ بمعنى أن سلم واستلم، بمعنى أن يمكن أن الضغط من خلال الملف النووي على إيران لكي يحصلوا على تنازلات على حساب تمددها الاستراتيجي في عدد من الدول العربية. يعني أنا مع بالنسبة للولايات المتحدة، أنا في ظني أن لها استراتيجيتين رئيسيتين في المنطقة. أولا البترول هي معنية فيه، وهذا ما يصرح به ترامب علنا، هي معنية بالبترول، ولذلك تجد الولايات المتحدة حليفة لإيران في العراق. في سوريا المنطقة التي تسيطر عليها ما يعرف بوحدات الحماية الكردية، الشمال السوري الممتد من غرب الفرات إلى الحدود مع العراق، العراق إلى دير الزور، كل هذه المنطقة هي بحر من النفط، ولذلك القوات الأمريكية موجودة على الأقل حسب التقديرات أكثر من 2000 مواطن أو عسكري مستشار خبير أمريكي في هذه المنطقة. المحور الثاني الأهم للولايات المتحدة، وهنا يأتي دور الكفيل الروسي، هي إسرائيل. ما دامت إيران لا تشكل تهديدا ولا يوجد لها موطئ قدم يهدد فعليا إسرائيل، إسرائيل لا تتعامل، بالمناسبة قد لا يكون هذا النظام الإيراني الآن قد يكون حليفا لإسرائيل من تحت الطاولة، لكن إسرائيل لا تتعامل بهذه العقلية، هي تتعامل في حين أنه هل إذا جاء ما بعد السيسي رجل يهدد أمن إسرائيل، ما بعد النظام الموجود الآن في إيران أي نظام آخر يؤمن حقيقة بأن إسرائيل وأمريكا هم الشيطان الأكبر والموت أمريكا الموت لإسرائيل، هكذا تتعامل. لذلك لا تسمح بأي حال من الأحوال أن يكون لإيران أي تهديد فعلي على إسرائيل، وهذا دور الروس. لذلك قد تجد اللعبة هنا تبدأ إذا كان هناك تقارب تركي روسي يحجم الدور الإيراني في المنطقة، هذه من الأوراق التي قد تبعد. لذلك على ترامب إذا أراد فعليا أن يفعل ذلك عليه أن أقل شيء أيضا يتعاون مع تركيا، يعني يستطيع بذلك أن يحجم، لكن هو لا يوجد له استراتيجية واضحة. يعني بالضبط أنت تتعامل مع رئيس ينشر سياساته عبر تغريداته في حسابه على تويتر، هل هذا الرئيس الذي يمكن أن نثق بكل ما يقول فيه؟ يعني يصبح يقول شيئا ويمسي يغير تقريبا عكس ما يقول تماما. ثم أنه لا ننكر أن هناك مشاكل حقيقية يواجهها دونالد ترامب في السياسة الداخلية الأمريكية، ولذلك يستخدم هذا الأسلوب من هذه الطنطنة الإعلامية في بعض الأحيان، يأتيه ماكرون ويتحدثون عن إيران وأنه لا يزال هو القوة الحقيقية ولا يزال هو القوة الفاعلة، لكن على أرض الواقع هو أيضا لا يوجد عنده سياسة أو استراتيجية واضحة للتعامل مع كل هذه الملفات الساخنة. وأقرب دليل على فشل الثلاثة المجتمعين هو الرد على استخدام السلاح الكيماوي، أين كان الرد وهل كان ذا منفعة حقيقية؟ إنما كان ضربة استعراضية لأكثر. نعم محمد، عودة إلى حديث الترتيبات، بخلاف طريق الحرير الصيني، هل ثمة ترتيبات محددة مطلوبة أمريكيا من إيران متعلقة بالشأن العربي؟ يعني الترتيبات اللي تتعلق بالشأن العربي الآن بدت واضحة بعد الصفقات التي عملتها الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وقطر. يعني خلنا نقول شبه ضمنت هذه الدول تواجدها على الملفات الحساسة، لأنه إيران لا تستطيع أن توفر ما وفرته قطر أو الكويت أو السعودية، يعني ما يقارب 1,000 مليار دولار صفقات خلال هذه السنة تم توقيعها بين الدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. إيران الآن هي بحاجة لاستثمارات، يعني على العكس هي الآن تحتاج استثمارات وليس أن تعطي. فلا يمكن لإيران أن تكون لها يكون لها دور على حساب هذه الدول. أنا أشير إلى نقطة على سبيل المثال العراق، الآن إيران تحاول أن تسترضي السعودية في العراق، وطبعا هناك نقطة تلاقي بين السعودية وإيران في العراق وهي عدم عودة حزب البعث إلى سدة الحكم المحتمل، يعني هذا الاحتمال أقوله، لأنه السعودية ستكون جسر تواصل بين إيران وإدارة ترامب في أدنى تقدير فيما يتعلق بالملف العراقي، يعني أنا أتحدث عن ملفات أخرى. فبدت الأمور في المنطقة تسير باتجاه العكس. أنا أشير إلى تصريح صرح به محمد جواد ظريف قبل يومين في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وطالب هذا المجلس، ونعلم أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي هو أحد مراكز صنع القرار الأمريكي المهمة، طالب أنه يتم
إشراك إيران في مجلس التعاون الخليجي وإنشاء مجلس تعاون خليجي جديد يضم العراق، إيران، الدول الست بالإضافة إلى اليمن، حتى تضمن لنفسها إيران من هذه البوابة صلة مع الإدارة الأمريكية الحالية. إيران تعلم أن أمامها سنوات يعني صعبة جدا، لهذا السبب تحاول أن تنشئ قناة ما بينها وما بين الإدارة الأمريكية، وحتى الآن هذه القناة لم تنشأ، أنا أقصد من القناة قناة تفاوضية وليس قناة تبادل رسائل بين الحين والآخر كما حصل مع الإدارة الأمريكية السابقة إدارة أوباما، وأوباما أرسل مبعوثه الخاص 2009 جون غرين ميلر وهو أحد الدبلوماسيين المخضرمين الأمريكيين في السفارة الإيرانية خلال فترة البهلوي الشاه الإيراني السابق، والتقى بخامنئي في عام 2009 واتفقوا على جميع التفاصيل التي تتعلق بالاتفاق النووي، وتم عقد الاتفاق النووي في 2015. إيران تريد هكذا حالة، لكن الترتيبات الآن لا تسمح، لأنه إيران دخلت في الاتفاق النووي وتنازلت عن نشاطها النووي مقابل محفزات معينة، هذه المحفزات اليوم نحن نعلم ما هي المحفزات، لكنه الإدارة الأمريكية تعمل على إفراغ الاتفاق النووي من مضمونه وفرض عقوبات جديدة، تحجيم الدور الإيراني في سوريا الآن صفقة سرية الجميع بدأ يتحدث عنها بين واشنطن وبين السؤال. هنا السؤال محمد، يعني ماذا يمكن سورية. محمد ماذا يمكن أن تقدم إيران للأمريكيين والأوروبيين حتى في سوريا واليمن مثلا؟ يعني في سوريا الآن أنا أشير إلى نقطتين واضح الجميع يلمسها، النظام الروسي يقول أنه سيزود النظام السوري بأس 300، في المقابل الكونغرس الأمريكي يتبنى مشروع قرار جديد لخلع السلاح، خلع سلاح حزب الله، يعني الموضوع لا يقتصر فقط على هذه الصفقة. في اليمن إيران لها دور أقل مما هو يهول، إيران تزود الحوثيين ببعض الصواريخ، وإذا يتم السيطرة على ميناء الحديدة فهذه أيضا تنقطع. الدور الإيراني في اليمن ليس كبيرا، الدور الإيراني دور لوجستي ضعيف في اليمن، لكن في سوريا والعراق هو الدور الأكبر. فإيران المطلوب منها فيما يتعلق في سوريا هو أن تخرج من الساحة السورية، وهذا بالنسبة كارثة لإيران، لأنه إيران صرفت ما لا يقل عن 50 مليار دولار أموال نقدية على النظام السوري، فضلا عن باقي الدعم اللوجستي والتسليحي والبضائع وغيرها، ذاك يعني غير محسوب، هذا المحسوب ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. نعم. فيعني إيران بذلت 50 يعني مليار دولار في ساحة واحترقت وانتهت. نعم نعم، سأعود إليك محمد، يعني كلام المدحجي يتفق مع عدد من التفاعلات والمعطيات الحديثة، مثلا ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قال إن هنا عدل موقفه وقال يدعو إلى إطار اتفاق جديد يتجاوز البرنامج النووي إلى برنامج الصاروخي الإيراني وكذلك الموقف الإيراني في سوريا واليمن، يعني إلى أي درجة هناك توافق قد يكون توافق أمريكي أوروبي على الأخذ من إيران في المنطقة العربية؟ يعني لا أعتقد أن السياسة الأمريكية تريد، يعني حتى من زمن أوباما هم صرح علانية بما يسمى بالنون انترفنشنست بوليسي أو عدم التورط عسكريا أكثر في المنطقة. لا تنسى أن إيران أيضا تؤثر في الملف الأفغاني الذي عاد وتوغل فيه في غمار هذا الملف مرة أخرى دونالد ترامب، لذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يعودوا إلى هذه المناطق الساخنة مرة أخرى، ليس بإمكانهم ذلك، وإن كانوا يريدون كانت عندهم حجة واضحة، كانوا بالإمكان أن يعودوا بثقل قوي جدا، وأنا كنت أتوقع أن يحدث هذا ردا على ما حدث في الغوطة الشرقية أو ما حدث في مؤخرا في الهجوم الكيماوي، كانوا يمكن أن يأخذوه كحجة ويعودوا بشكل قوي في سوريا، لكن هذا لن يحدث، ولا أتوقع أن لا ماكرون ولا دونالد ترامب ولا كل الاتحاد الأوروبي معني بأن يعود إلى المنطقة بجيوش على الأرض، لأن ذلك سيكلفهم الكثير وعندهم ما يكفيهم من المشاكل المحلية التي يعانون منها. لذلك العلاقة مع إيران، أبقى أقول أن إيران لا تزال هي الأقوى من ناحية السياسة. العدو الوحيد الذي يهدد إيران هو الآن روسيا، بمعنى روسيا وإيران شريكين أساسيين، حتى بقاء الأسد اتفقوا إلى أن يبقى الأسد ولا يسقط كما حدث مع صدام حسين وكما حدث مع القذافي، لكن الآن يبدأ الصراع ما بين
العلاقات الجيوسياسية والمصالح المنفصلة لكل واحد منهما. تبدأ الآن الصراع ويبدأ هنا تبدأ الأمور تتصعب في على الواقع السوري. أما إنه إيران ليست فاعلة في الملف اليمني أو ليست فاعلة في الملفات الأخرى، إيران أكلت المنطقة شئنا أم أبينا، هي تسيطر على كامل أرض العراق، هي تسيطر أيضا في سوريا، تسيطر في لبنان، تسيطر في اليمن، وحتى في أطراف الجزيرة شبه الجزيرة العربية هي أيضا تسيطر. لا يمكن أن يتم إيقاف إيران إلا بقوة حقيقية تريد فعليا أن توقفها، ليس بالتحالف مع إسرائيل. لكن سنبحث خيارات إيران في الرد على أي موقف انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي بعد الفاصل. فاصل أخير نعود بعده للحديث عن آخر محاور الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، وفيه نبحث خيارات إيران إذا ما نفذ الأمريكيون تهديدهم بالانسحاب من الاتفاق النووي. محمد، في سياق خيارات إيران على انسحاب محتمل، وأنت تتبنى الرأي القائل بأن يعني أمريكا ذاهبة إلى النهاية وقد تنسحب من الاتفاق النووي إذا ما نفذت الأمريكيون تهديداتهم وانسحبوا من الاتفاق، ما خيارات إيران؟ و في أي سياق تضع تصريح علي شمخاني مستشار الأمن القومي حينما قال سننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي؟ هل يملكون القدرة في هذا التوقيت على اتخاذ قرار بهذا الحجم والوزن؟ يعني إيران بإمكانها أن تتخذ هذا القرار، لكن هذا القرار سيصب في مصلحة الولايات المتحدة، في مصلحة الإدارة الأمريكية. كما أسلفت، الإدارة الأمريكية تريد تصعيد مماثل لما حصل مع كوريا الشمالية، وإيران إذا فعلت أي تصعيد بهذا الاتجاه سيؤدي إلى ما تريده الإدارة الأمريكية، المزيد من التصعيد والمزيد من القوة سترسل إلى محاصرة إيران، وبعدها إنشاء طاولة للتفاوض مع إيران، وهذه المرة ستكون التنازلات الإيرانية أكبر بالنسبة للولايات المتحدة وتتعلق بالبيت الداخلي طبعا. فالموضوع بالنسبة لإيران زاوية ضيقة، إيران ليست لديها الكثير من المجال للتراجع ولا حتى للهجوم، لأنه الآن إيران تراهن على الجانب الأوروبي. إيران إذا خرجت من معاهدة NPT البروتوكول الإضافي للمعاهدة منع انتشار السلاح النووي، هذا يعني أنها ستخسر الحليف الأوروبي أيضا، الحليف الأوروبي بعد لا يستطيع أن يساعدها في هذا الاتجاه. فخيارات إيران ضيقة جدا، إيران لا تستطيع أن تصعد في هذا الملف، بل فقط تستطيع أن تراهن على الدور الأوروبي. ويبقى السؤال، هل الأوروبيون مستعدون من أن تجلس على ملابسهم ذرة غبار من أجل الآخر؟ طبعا الجواب واضح، لا. الأوروبيون يريدون مصالح ولا يريدون أن يتضرروا من أجل دعم إيران أو دعم غير إيران. الموضوع لا يتعلق بإيران أو غير إيران، يعني الأوروبيون يبحثون عن مصالحهم. والآن الولايات المتحدة نقطة جوهرية تتعلق بالملف السوري أيضا. الولايات المتحدة من خلال الضغط على الملف السوري استطاعت أن تشرك بريطانيا وفرنسا في هذا الملف وتأخذ حصة لهم، حصة مستقبلية في الساحة السورية، وهذا ما أبعد هاتين الدولتين عن ألمانيا كالعمود الفقري للاتحاد الأوروبي. وأصلا وزير الخارجية الألماني قال أنه لم يتم استدعاء ألمانيا أو استشارة ألمانيا فيما يتعلق بالضربة العسكرية على الملف السوري، بمعنى أنه لا حصة لألمانيا في هذا الملف. فكل هذه يعني الترتيبات التي بدأت نشهدها في سوريا ولبنان والعراق، وطبعا كلها مرتبطة ببعضها البعض، ستفضي إلى حالة جديدة في المنطقة وترتيبات جديدة في المنطقة تضر بالمصالح الإيرانية أكثر مما كان عليه حتى الآن، وهي انضرت وستنضر. وأولى نتائج هذه الترتيبات هي إخراج إيران للمشهد السوري بشكل كامل، ويتم طبعا ضمن توافق مع الروس وليس بعيدا عن الروس أو إرغاما على الروس. عمليا محمد، هل يمكن إخراج إيران من سوريا؟ نعم، لماذا لا؟ يعني الآن نشهد التقليص الدور الإيراني في المشهد، حتى في ساحات الحرب
إيران أخرجت القوات، قائد قوات فيلق القدس والميليشيات العميد محمد رضا إيرجي أخرجته من سوريا قبل أسبوعين بعد الضربة الأمريكية حفاظا على حياتهم، لأن إسرائيل هددت ستضرب هؤلاء وتقتلهم. فالموضوع الآن في الساحة، يعني في الساحة السورية ساحة متشابكة، ليس اللاعب الروس وحدهم أو الولايات المتحدة والروس وحدهم، هناك إسرائيل، هناك تركيا، هناك السعودية. فيعني الموضوع الملف السوري ملف شائك، لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بهذا الملف. نعم. ستكون الساحة السورية ساحة للمقايضات ما بين القوى العظمى، والجهة الأضعف ستكون الضحية وإحدى الضحايا مما لا شك عليه وهي إيران، لأن إسرائيل لا تريدها أن تكون هناك. ويجب استرضاء إسرائيل حتى يتم فرض ترتيبات معينة في هذه الساحة، لأنها متلاصقة بإسرائيل. فالموضوع في الساحة السورية أوسع حتى من الاتفاق النووي وأخطر من الملف النووي. نعم، أشكرك، باتت النقطة واضحة. يعني أختم معك أحمد، هناك البريطانيون والفرنسيون وحتى الألمان قدموا أو قالوا بأنهم يكادون يصلوا إلى اتفاق يقدمونه لترامب من أجل استرضائه وعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. مهما يكون طبيعة هذا الاتفاق الثلاثي، ماذا يمكن أن تقدم إيران في هذا الإطار من حيث القبول أو الرفض، خصوصا وأن روحاني قال لن نقبل أي اتفاق إلا الاتفاق النووي بشكله الحالي؟ أنا من وجهة نظري أن إيران بموقفها الحالي، حتى لو انسحب ترامب وحتى لو تم إلقاء هذه الاتفاقية بكاملها في المهملات، تبقى هي الأقوى ولديها نقاط القوة وكروت القوة في يدها، أقوى من الأمريكان ومن الأوروبيين. حتى لو بقي الإغلاق وحتى لو عادت العقوبات على إيران، يعني بشكل أساسي تبدأ تعود إلى، كانت قبل ذلك، قبل هذا الاتفاق في 2015 كانت إيران يعني أخذت رهائن أمريكيين وتفاوضت مع الأمريكيين وحررت أموال لها قبل ذلك، أحداث مرت ورأيناها. هي تعود للانغلاق، تتحدث بمظلومية وأدبيات المظلومية، وترون أن الولايات المتحدة تقف ضد الجمهورية الإسلامية وما إلى ذلك، فيحشد هذا وراءها الرأي العام الإيراني. في المقابل أنه تعرف الانغلاق، هذا الانغلاق يخدمها في ملف أنه لا أحد يعلم حقيقة الذي يحدث في المنطقة، أعني بذلك الشارع الإيراني، المظاهرات الأخيرة التي حدثت قبل أشهر، يطالبون وقالوا ما لنا ومال غزة ومال سوريا، نريد إصلاحات في الداخل الإيراني، وثاروا بمظاهرات ضد الحكومة الإيرانية. هذه الآن إذا صار انفتاح حقيقي ورفعت هذه العقوبات عن إيران، ويعني انفتح الشارع الإيراني على العالم العربي والعالم الغربي ورأوا ما الذي يحدث حقيقة، هذا سيؤرق الحكومة الإيرانية التي تحاول أن تستخدم منهجية التغطية وعدم الشفافية في التعامل مع ميزانياتها وما إلى ذلك. هذا الانفتاح سيضرها أكثر مما ينفعها. لذلك في كل الأحوال هي لديها نقاط القوة لأنها توجد في المنطقة ولا يمكن إخراجها من سوريا. يعني من المراهقة السياسية أن نقول أنه من الممكن إخراج إيران من سوريا بسهولة أو من العراق بسهولة، هي لاعب أساسي وفاعل ولا يمكن بحال من الأحوال إخراجها. أيضا تلعب بقوة في اليمن وفي منطقة الخليج، لذلك أعتقد أن أوراق القوة في يدها أكبر بكثير من أوراق القوة التي في يد دونالد ترامب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، يعني باتت الفكرة واضحة، أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور أحمد البراعي الباحث السياسي معي في الاستوديو، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية. إلى اللقاء.